بالله بن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين كلامنا في باب ان الائمه هم اركان الارض الحديث الثالث من هذا الباب مروي عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث رواه الكليني أيضا بسند آخر عن الإمام الصادق بألفاظ متقاربة، ورواه في الحديث الأول من هذا الباب، فلذا نحن باعتبار أننا شرحنا فقرات هذا الحديث أو أكثر فقرات هذا الحديث في الحديث الاول في حلقه ماضيه لذلك هذا الحديث نشرح منه الفقرات التي لم ترد في ذلك الحديث مع ان مضمون الحديثين واحد فتاره حدث به الامام الصادق عليه السلام بعض اصحابه وتاره حدث به بألفاظ متقاربه الامام الباقر لاخرين عليهم الصلاه والسلام هذا الحديث يتضمن فضيلة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام والأئمة من بعده. في البداية الإمام عليه الصلاة والسلام، الإمام الباقر في هذا الحديث والإمام الصادق في الحديث الأول، يبينان أنه كما تجب طاعة الرسول صلى الله عليه وآله كذلك تجب طاعة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لأن الله سبحانه وتعالى كما أمر بطاعة الرسول كذلك أمر بطاعة أمير المؤمنين حيث قال سبحانه وتعالى أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر في هذه الآية لا يراد بها الحكام بما فيهم الحكام الجائرون لأن أولئك إذا عصوا الله سبحانه وتعالى أو أخطأوا فلا تجوز طاعتهم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولكن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يأمر بطاعة أولي الأمر بشكل مطلق غير مقيد ويقرنها بطاعته وطاعة رسوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فلا بد ان يراد به الذي لا يخطئ، الذي لا يعصي، وهو المعصوم، وقد اتفقت الامه على انه من الصحابه الخلفاء الذين سبقوا امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام، وسائر الصحابه هؤلاء ليسوا بمعصومين، فينحصر الامر في امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام وقد قامت الأدلة على أنه معصوم علي مع الحق والحق مع علي علي مع القرآن والقرآن مع علي إضافة إلى أدلة أخرى ومنها حديث الثقلين وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض وإذا أخطأ أو عصى فقد افترق عن القرآن لأن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وقد ذكرنا شطرا من الكلام فيما مضى فلذلك كما ان الله سبحانه وتعالى امر باطاعه الرسول كذلك امر باطاعه امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام، ولكن رسول الله افضل من الامام علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام، لان افضل الخلق هو رسول الله محمد صلى الله عليه واله، فاذا لرسول الله منزله وهذه المنزله توجد لامير المؤمنين. ليس معنى ذلك اشتراكهما في الفضل بل اشتراكهما في هذه المنازل وإنما رسول الله صلى الله عليه واله له الفضل على امير المؤمنين افضل الخلق الرسول ومن بعده امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام. فلذلك اذا واحد اجى وخالف امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام. المتقدم بين يديه كالمتقدم بين يدي الله ورسوله. الايه الشريفه ماذا تقول؟ في سوره الحجرات يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يعني لا تتقدموا بمعنى لا تعجلوا في امر من قول او فعل قبل اذن الله واذن الرسول في ذلك، هنا قدم بمعنى تقدم. لذا كما لا يجوز التقدم على الله وعلى الرسول في امر كذلك لا يجوز التقدم على امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام. في امر لان الله امر بطاعته فاذا واحد يعصيه فاذا واحد يعصيه فقد خالف امر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الامام عليه الصلاه والسلام يقول المتفضل عليه كالمتفضل على رسول الله ان هو رجل كذا يريد ان يتفضل عليكم كما في سوره المؤمنون يريد ان يتفضل عليكم المشركون خاطبوا بعض انبياء الله سبحانه وتعالى بانه يريد ان يتفضل يعني شنو يعني يريد يتراس عليكم الانبياء بعثوا وكانوا يقولون للناس لا نريد منكم اجرا لا نريد ان نتراس عليكم لا نريد اجرا دنيويا اجرنا على الله سبحانه وتعالى وانما ننصح وانا لكم ناصح امين لكن هؤلاء المشركون أحياناً كانوا يحاربون الأنبياء بطرق مختلفة من تلك الطرق أنه كانوا يستفزون كثير من الناس بأن هذا يريد أن يترأس عليك وكثير من الناس يستجيبون لهذا الاستفزاز هناك روية رواية تاريخية أن أبا سفيان وأبا جهل التقيا في بدايه امر البعثه فقال ابو سفيان لابي جاهل هل تظن ان محمدا صادق صلى الله عليه واله فابو جاهل قال نعم محمد صادق قال لماذا لا تؤمن به قال ما يصير اؤمن به لماذا قال لاننا كنا وبني هاشم كفر سيرهان كل ما عدهم من الفضائل حسب زعمه أبو جهل كان يقول لنا أيضا من تلك الفضائل كانوا يطعمون وكنا نطعم كانوا يكسون وكنا نكسي كانوا يفعلون الفضائل ونحن نفعل الفضائل كفرس يرهان لا يتقدمون في فضيلة فجأة طلع واحد من عدهم يقول أنا رسول الله زين إحنا من وين نجيب واحد من عدنا يقول أنا رسول الله فصار الفضل لهم فلأجل أن لا يكون الفضل والسبق لهم فأبو جهل كذب بالدين وهذا تكذيبه الذي نشأ عن الكبر والغرور قادت قاد به إلى نار جهنم زين كانوا يتصورون أن الأنبياء جاءوا للتفضل عليهم يعني ليترأسوا عليهم فالتفضل هنا بهذا المعنى زين اذا واحد يجي ويترأس على امير المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه واله. الله هو الذي عين علي ابن ابي طالب والرسول فقد كان مبلغا يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. والرسول بلغ في منى بلغ وفي يوم الغدير بلّغ وأخذ البيعة وفي مواطن أخرى بلّغ خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام فإذا واحد أجا ترأس على علي بن أبي طالب هذا كالذي يأتي ويترأس على الرسول يعني المشركون في مكة كانت لهم السلطة والسطوة وكانوا يظلمون الرسول صلى الله عليه واله ويظلمون المسلمين ما هو مصيرهم الذي ياتي ويتراس على امير المؤمنين هكذا ثم بعد ذلك الامام الباقر عليه الصلاه والسلام يقول والرد عليه في صغيره او كبيره على حد الشرك بالله يعني اذا واحد رد كلاما لامير المؤمنين هذا كالمشرك يعني امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام بين حكما تكليفيا أو حكما إداريا أصدر حكما إداريا إذا واحد رد عليه فهذا كالرد على الله هذا على حد الشرك بالله عز وجل لماذا؟ لأن أمر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لا يكون إلا عن أمر من الله سبحانه وتعالى يعني إذا بيّن حكم تكليفي هذا واجب مثلا افعلوا كذا هذا مو من نفسه مو من اجتهاد نفسه، لا، هذا الحكم التكليفي أخذه عن رسول الله ورسول الله أخذه عن الله سبحانه وتعالى. فإذا واحد اجرد رد أمير رد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في حكمه فكأنه رد على الله فإنه مو كأنه رد على الله فهو رد على الله سبحانه وتعالى. وهذا كالشرك، لماذا؟ لأن الإنسان يقول قال الله وأقول هكذا يصير أكو بعض الناس هكذا حكم شرعي تقول له إنه نزل في القرآن يقول القرآن يقول بطريقة وأنا أقول بطريقة أخرى هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى أحيانا ما ملتفت يكون كالشرك قد لا يخرج عن الملة في بعض الأحيان في الظاهر يحكم عليه بالإسلام مثل المنافق يعني في زمان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان في الكوفة مثلا وكان في الكوفة مجموعة من المنافقين هؤلاء المنافقون لا يحكم عليهم بالكفر ظاهرا لانهم في الظاهر يتشهدون الشهادتين لكن باطنا يحكم عليهم بالكفر ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار لذا قال في على حد الشرك بالله ومو فقط ان يرد الاحكام الكبيره المهمه لا حتى الاحكام الصغيره يعني إذا الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بين أن العمل الفلاني مستحب. زين أن أنت تريد تترك ذلك العمل مو مشكلة لأنه مو واجب. لكن واحد يجي يخالف بهذا المعنى يقول لا أقبل استحباب هذا الحكم، علي بن أبي طالب قال أنا لا أقبل كلامه، أنا أقول بأنه مكروه مثلا أو واجب أو حرام. فهذا في الحقيقة رد حكما ذكره امير المؤمنين اخذا عن رسول الله عن الله سبحانه وتعالى فهو في حد الشرك بالله سبحانه وتعالى باي دليل لان علي بن ابي طالب باب علم الرسول صلى الله عليه واله فان رسول الله باب الله الذي لا يؤتى من امير المؤمنين باب الرسول والرسول باب الله فرد فالرد على امير المؤمنين هو رد على الله عز وجل، لكن إذا واحد سلك هذا الباب أنا مدينة العلم وعلي بابها، فالإنسان جاء عن طريق علي بن أبي طالب فقد وصل إلى الرسول، ومن وصل إلى الرسول وجاء عن طريق الرسول وصل إلى الله، يعني الآن إذا واحد يريد يقول أنا أصل إلى الله عن غير طريق الرسول لا يمكن ذلك الطريق إلى الله منحصر برسول الله محمد صلى الله عليه واله. إذا واحد سلك غير طريق، أي طريق لا يوصله إلى الله سبحانه وتعالى، حتى لو أجهد نفسه. زين إذا تريد توصل إلى رسول الله، كيف توصل إلى رسول الله؟ ومن رسول الله توصل إلى الله. كيف تصل إلى رسول الله؟ عن طريق الإمام علي بن أبي طالب عز وجل. فإن رسول الله باب الله الذي لا يؤتى إلا من هناك باب ثاني وسبيله الذي من سلكه وصل إلى الله عز وجل وكذلك كان أمير المؤمنين من بعده زين بعد أمير المؤمنين وجرى للأئمة عليهم السلام واحدا بعد واحد الأئمة كذلك هم أهل البيت الذين لا يفترقون عن القرآن فلا يخطئون لأنه إذا أخطأوا فقد افترقوا والرسول يقول وإنهما لن يفترقا إذا عصوا يفترقون والرسول يقول وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض وهناك أدلة كثيرة ذكرت في مظانها ولكن نحن نذكر بمقدار الذي يرتبط بهذا الحديث الشريف زين الله سبحانه وتعالى هو الخالق هو الذي جعل نظام التكوين هو الذي جعل نظام التشريع. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء ثم بعد ذلك في الايه الاخرى يقول هو الذي انزل عليك الكتاب. التكوين من الله والتشريع ايضا من الله. من الذي جعل نظام الجاذبيه؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي جعل القمر منيرا؟ ومن الذي جعل الشمس ضياء؟ من الذي أجرى هذه القوانين الدقيقة في هذه الكرة الأرضية حتى صارت ذلولاً لنا يعني قابلة للسكون للبشر وللموجودات الأخرى الحية الله سبحانه وتعالى زين الله سبحانه وتعالى ضمن هذا النظام المتكامل جعل أسباب طبيعية تكوينية وجعل أسباب غيبية تكوينية يعني مثلاً الإنسان عندما يموت أسباب طبيعية موجودة حادث سير سقوط سكتة قلبية مرض خبيث كذا هذه الأمور التي يعلل بها وفاة الناس عادة مضافا إلى هذا السبب الطبيعي هناك سبب غيبي تكويني وهو الأساس وهو أن الله سبحانه وتعالى يأمر ملك الموت وأعوانه بقبض الأرواح قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. توفته رسلنا، الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. طبعا الاسباب الغيبيه هي مهيمنه على الاسباب الطبيعيه. وانما هناك تزامن، يعني الله سبحانه وتعالى هكذا قدر اذا واحد مثلا اصيب بالحادث الكذائي الله يامر ملك الموت بقبض روحه. إذا مثلا أصيب بسكتة قلبية شديدة مثلا الله سبحانه وتعالى قد يأمر ملك الموت بقبض روحه فتزامن بين الأسباب الطبيعية والأسباب الغيبية الواقعية زين هذا النظام الكوني بأسباب طبيعية علماء الفيزياء يبحثون عن هذه الأسباب وفيه أسباب غيبية مهيمنة على الأسباب الطبيعية إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا الله سبحانه وتعالى جعل ضمن الأسباب الغيبية التكوينية الحافظة لهذا النظام في الكون جعل الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم الصلاة والسلام هؤلاء أركان الأرض وهذا لا محذور فيه لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وقد دلت الأدلة الصحيحة المعتبرة على ذلك يعني مره مطلب خلاف العقل لا نقبله لان القران ليس خلاف العقل لان الدين الاسلامي ليس خلاف العقل بل العقل هو من ادله التشريع عندنا الكتاب والسنه والاجماع والعقل والعقائد والاحكام لا تخالف العقل هل ان يجعل الله سبحانه وتعالى الملائكه لتدبير الامر فيه امر خلاف العقل كله الله يجعل الرسول واله ضمن النظام التكويني لحفظ نظام الكون، هذا خلاف العقل؟ كلا. نعم نحتاج الى دليل. ما هو الدليل؟ الدليل هو الروايات المستفيضه بل المتواتره. فهذا الامر الاول الذي جعله الله سبحانه وتعالى للائمه ولامير المؤمنين عليه الصلاه والسلام وهو ابو الائمه وامام الائمه. طبعا قبلهم الرسول صلى الله عليه واله، هذا لا بحث فيه. جعلهم الله عز وجل أركان الأرض أن تميد بأهلها أن تضطرب بهم لأن الأرض ذلول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولة إلها قابلية لسكونة الإنسان والموجودات الحية عليها من الأسباب الغيبية التي جعلها الله سبحانه وتعالى هم الأئمة عليهم الصلاة والسلام ومن بعدهم الملائكة ومن بعدهم الأسباب الطبيعية هذا بالنسبة إلى الفضيلة الأولى والمنصب الأول المذكور في هذا الحديث. الأمر الثاني وعمد الإسلام أو عمد الإسلام يعني المقصود أنهم عماد للنظام التشريعي، الإسلام يقوم بهم. الرسول صلى الله عليه وآله قاتل على التنزيل كانوا يكذبون القرآن يكذبون بيوم الدين فقاتلوا رسول الله صلى الله عليه واله فانهزموا والرسول صلى الله عليه واله نشر الإسلام في الجزيرة العربية ومن بعد الجزيرة العربية إلى الأماكن الأخرى لم يجبر أحدا على الإسلام لكن هم قاتلوه قاتلوه على التنزيل ولو كانوا يتمكنون من قتل الرسول وأصحاب الرسول لانتهى الإسلام يعني في غزوة أحد لو كانوا يقتلون الرسول ويقتلون أصحاب الرسول خلاص الإسلام كان ينتهي لكن الله سبحانه وتعالى نصر رسوله ونصر دينه إذن بالنسبة إلى الرسول والائمه عليهم الصلاه والسلام، الله سبحانه وتعالى جعل الرسول يقاتل على التنزيل ومن بعد الرسول اسلموا ولكن قسم كانوا من المنافقين. هؤلاء المنافقون لم يخرجوا من المجتمع الاسلامي، كانوا موجودين في المجتمع الاسلامي. فهؤلاء ارادوا تحريف الاسلام. تحريف الاحكام تاويل الايات القرانيه بغير ما يريده الله سبحانه وتعالى اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم. امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام قاتلهم على التاويل كما قال له رسول الله صلى الله عليه واله. ولذلك بجهود الإمام أمير المؤمنين والأئمة من بعده وصلنا الإسلام الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله الآن فرق إسلامية كثيرة في الأصول وفي الفروع مختلفة من التوحيد إلى أصغر حكم لكن بجهود الأئمة وصلنا الإسلام الصحيح الرسول يقول إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً الثقل الأكبر اللي هو القرآن موجود، الثقل الأصغر بتفسيره بتأويله بوجود الإمام المهدي عزل الله تعالى فرجه الشريف أيضاً موجود. وعمد الإسلام هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث أيضاً تشريعي، الثالث ورابطةً على سبيل هداه، يعني جعلهم الله أهل الرباط. يعني هناك شبهات. هناك اصحاب اهواء هناك حكام ظلمه يريدون تحريف الاسلام. الائمه عليهم الصلاه والسلام وقفوا لهم في المرصاد. واحد يسال ليش الائمه ما منهم الا مقتول او مسموم؟ لماذا الحكام الظالمين كانوا يحاربون الائمه عليهم الصلاه والسلام؟ زين هسه بعض الائمه تقول جرد السيف امامهم كالامام الحسين عليه الصلاه والسلام لكن بقيه الائمه لم يجردوا السيف. بل كثير منهم كانوا في حالة تقية شديدة لماذا قتلوهم؟ لأنه كانوا يبينون الأحكام الواقعية طبعا مع مراعاة التقية ومع ذلك الحكام كانوا يخافون منهم لماذا؟ لأن هؤلاء المرابطون على ثغور الإسلام لا يهتدي هاد إلا بهداهم الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى يعني أه 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 أم من لا يهدي يعني لا يهتدي إلا أن يهدى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام الإمام الباقر يقول من يهدي إلى الحق فهم محمد وآل محمد من بعده وأما من يهدي من لا يهدي إلا أن يهدى فهو من خالف من قريش وغيرهم أهل بيته من بعده ولا يظل خارج عن الهدى إلا بتقصير عن حقهم يعني إذا واحد قصر في حقهم شنو هو حقهم أن تعتقد بهم وأن تطيعهم وتتبعهم زين إذا واحد لم يعتقد بهم قصر في حقهم لم يتبعهم قصر في حقهم لم يطعهم قصر في حقهم فهذا خرج من الهدى إلى الضلال زين لماذا يجب علينا أن نتبعهم شنو هو السبب لأن الله جعلهم أمناء علمه العلم الذي أنزله الله على أنبيائه وعلى رسوله محمد عليهم جميعا الصلاة والسلام عليه وآله الصلاة والسلام هذا العلم الله سبحانه وتعالى جعله في يد أمينة فلذلك هذه اليد الأمينة هي التي تهدي الناس إلى الحق حينما تلتبس الأمور يختلط الباطل بالحق من هم هؤلاء؟ الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ومناء الله على ما أحبط من علم أو عذر أو نذر الآية الشريفة تقول فالملقيات ذكرى عذرًا أو نذرًا. العذر شنو هو؟ يعني إمحاء السيئات. النذر شنو هو؟ يعني التخويف على فعل. الله سبحانه وتعالى جعلهم أمناء على العلم. العذر، النذر أيضًا. هم أمناء عليه. زين. وكذلك في الآخرة الله سبحانه وتعالى يحتج بهم على عباده. يعني الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يجمع الصحابة يحتج عليهم بأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الذين كانوا في زمان الإمام الحسن كذلك الذين كانوا في زمان الإمام الحسين كذلك يوم ندعو كل أناس بإمامهم فيأتي أمير المؤمنين والذين كانوا في عصره ويأتي الإمام الحسن والذين كانوا في عصره ويأتي الإمام الحسين والذين كانوا في عصره إلى هذا الزمان يأتي الإمام المهدي ويأتي الذين كانوا في عصره ومنهم نحن يحتج بهم علينا هل اتبعناهم؟ إذا ثبت أننا اتبعناهم الكتاب موجود ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها الكتاب موجود الشهود موجودون إذا نحن اتبعنا إذا الناس اتبعوا فهم أهل نجاة وإذا لا سمح الله لم يتبعوا خالفوا فأهل عذاب، والحجة البالغة على من في الأرض يجري لآخرهم من الله مثل ال الذي جرى لأولهم، نفس السبب الذي جعل علي بن أبي طالب، يعني جعل الله به علي بن أبي طالب إماما معصوما خليفة لرسول الله صلى الله عليه واله، نفس هذا السبب يجري في سائر الائمة عليهم الصلاة والسلام، لأن الله لا يخلي الأرض من حجة. كما ذكرنا في حديث الثقلين، ثقلين وإنهما لن يفترقا. زين، في أي زمان القرآن موجود، واحد من أهل البيت أيضا يكون موجود. يجري لآخرهم من الله مثل الذي جرى لأولهم، زين، هذه الفضائل العظيمة. لازم لا تؤدي إلى الغلو كل ذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى لذلك الإمام الباقر يكمل ولا يصل أحد إلى ذلك إلا بعون الله يعني الله هو الذي أوصله إلى تلك الدرجة فعلى الإنسان أن يعرف الفاصل بين الغلو والتقصير التقصير تنزلهم عن مراتبهم التي رتبهم الله سبحانه وتعالى في تلك المراتب قصرت في حقهم الغلو ان ترفعهم الى مرتبه الرب سبحانه وتعالى. لا كل ما لهم فانما هو من الله سبحانه وتعالى، نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اتباعهم. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين.